حتى إذا كان في أول ليلة وجاءت الخصائص. رمضان عدى على الأمم كلهم من عهد آدم، ما حد ما عدى عليه رمضان، ولكن خصت الأمة بخصائص. في أول ليلة ينظر الرحمن إلى الأمة، ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. ثم يؤمر بأبواب الجنة أن تفتح كلها فلا يغلق منها باب شهر كله، يؤمر بأبواب النار أن تغلق كلها فلا يفتح منها باب شهر كله. وينادي المنادي من أول ليلة وثاني ليلة وكل ليلة من رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ثم يمسون وخلوف فم أحدهم أطيب عند الله من ريح المسك بسبب الذي هو بسبب الصوم، وتستغفر لهم الملائكة، ولهم عند الفطر دعوة مجابة.